لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في المجرورات المضاف إليه. ذكرنا في الدرس السابق أن الاسم هو الذي يجر، وأن أسباب الجر ثلاثة: إما أن يجر بالحرف، حرف الجر، وإما أن يجر بالإضافة، وإما أن يجر لأنه تابع لاسم مجرور، نعت لمنعوت مجرور، بدل لمبدل منه مجرور، معطوف على مجرور، توكيد لمجرور. وقد درسنا المجرور بالحرف في الدرس السابق، الاسم المسبوق بحرف جر من هذه الحروف التي ذكرناها المرة السابقة: من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، حروف القسم، خلا وعدا، حتى، مذ ومنذ. هذه الحروف إذا جاء بعدها اسم فهو مجرور بها. وتطرق الكلام إلى الحرف الأصلي الذي لا يحذف، وبالتالي يجر الكلمة لفظا ويجر الكلمة موقعا إعرابيا محلا. وهناك حروف جر غير أصلية يقال عنها زائدة، هذه الحروف تأتي لغرض بلاغي، وبالتالي أنت تقول ليس المؤمن طعانا، وتريد أن تؤكد أكثر فتقول ليس المؤمن بطعان. والباء هنا حرف جر زائد، وطعان خبر ليس، وحقه أن يكون منصوبا، لكن اللفظ جر بالباء لأن الكسر أقوى من الفتح، وبالتالي اللفظ جر بطعان. فعند الإعراب نقول هو خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أو نقول هو منصوب محلا مجرور اللفظ. وتحدثنا عن ربا، ومتى تحذف ربا وتبقى الواو، وليل كموج البحر. الواو هذه هي واو ربا المحذوفة، وليل هذا مبتدأ في الحقيقة لكن جر لفظه، فهو مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بواو ربا. السبب الثاني من الجر هو الإضافة. قال: من المجرورات المضاف إليه. فما الإضافة هذه؟ في اللغة تقول أضفت هذا إلى ذاك، يعني ضممته إليه أو أسندته إليه. أضفت الغلام إلى الرجل، يعني أسندته إليه. أو أضفت اللبن إلى الشاي، أي ضممته إليه. إذن لو قلنا الإضافة في اللغة تعني الإسناد أو الضم، تقول أضفت أي أسندت أو ضممت. وفي الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، في الاصطلاح الإضافة تعني إسناد أيضا وضم اسم إلى اسم آخر، فيقوم الثاني مقام التنوين في الأول، في الأول. وهذا هو الذي نسميه المضاف إليه. مما يتكون هذا التركيب؟ يتكون التركيب الإضافي من
يتكون من المضاف والمضاف إليه. يعني أنت عندما تقول كتاب النحو مفيد، تلاحظ أنك أضفت الكتاب إلى هذا العلم، كتاب النحو، فكتاب مضاف والنحو مضاف إليه. فلو قلت كتاب النحو مفيد، فكلمة كتاب مبتدأ والنحو مضاف إليه مجرور. طب ماذا لو قلت قرأت كتاب النحو؟ تلاحظ الكتاب مفعول به، صارت هنا مفعولا به منصوبا، قرأت كتابا مفعول به منصوب والنحو مضاف إليه مجرور. طيب لو قلت في كتاب النحو فوائد، في كتاب اسم مجرور بالكسرة والنحو مضاف إليه مجرور. أنا أريد أن تلاحظ أن المضاف إليه ها ماذا تلاحظ؟ مجرور دائما. أما المضاف هذا يعرب حسب موقعه في الجملة. وجدناه هنا مبتدأ، هذا مبتدأ، وهذا مفعول به، وهذا اسم إيه؟ اسم مجرور. إذن المضاف هذا يعرب، كيف يعرب؟ يعرب حسب موقعه في الكلام في الجملة. أما المضاف إليه فهو المجرور، المجرور. ولذلك قلنا من المجرورات المضاف إليه هو المجرور. الإضافة هذه، الإضافة تحذف من المضاف، تحذف من المضاف ألف ولام التعريف أو ال التعريف. كيف؟ يقول لك الكتاب مفيد. طب ماذا تريد؟ قال اجعل كلمة الكتاب مضافا، اجعلها مضافا. نقول كتاب النحو مفيد، جعلت كلمة كتاب مبتدأ وهي مضافة والنحو مضاف إليه. ماذا تلاحظ؟ أين الألف واللام؟ حذفت الألف واللام. لو قلنا مثلا المعلم مخلص، فيقول لك اجعل كلمة المعلم مضافا، فسوف تقول ايه؟ معلم الفصل مخلص، او معلم اللغة العربية مخلص، معلم الفصل. ماذا حذف من المضاف؟ الالف والايه واللام. نحذف ايضا التنوين من المضاف. فلو قلت مثلا هذا كتاب، وتقول قرأت كتابا، وتقول قرأت في كتاب، ماذا تلاحظ على الكلمة؟ نلاحظ أنها منونة هنا بالضم، وهنا بالفتح، وهنا بالكسر. صحيح؟ اجعل كلمة كتاب مضافة، تقول هذا كتاب النحو، وعند ذلك سوف تحذف التنوين. قرأت كتابا، تقول قرأت كتابا نحوي، وعند ذلك ستحذف التنوين، تبقى فتحة واحدة، فلسنا في حاجة إلى الألف التي تحمل التنوين هذه. كتابا نحوي، قرأت في كتاب نحوي، تلاحظ أننا حذفنا التنوين. مفهوم؟ إذن هذا نحذف التنوين. كذلك أيضا نحذف، وهذا قد مر بنا، نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، بنحذف هذا وذاك. كيف؟ تقول
هذان غلامان، وتقول رأيت الصديقين ومررت بسيارتين. أعرب ما تحته خط. هذان غلامان، هذان مبتدأ، غلامان خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. رأيت الصديقين مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء لأنه مثنى. مررت بسيارتين مجرور بالباء وعلامة الجر الياء لأنه مثنى. يقال لك اجعل ما تحته خط مضافا، مضافا. نقول هذان غلامان زيد، زيد عنده غلامان، فعندما تقول هذان غلامان زيد تجد ثقلا في النطق، وعند ذلك يحذفون الايه؟ النون، ويقولون هذان غلاما زيد. هذا خبر مرفوع علامة رفع الألف، أين النون؟ تقول حذفت النون للإضافة. طب لماذا تحذف؟ تخفيفا، حتى لا يكون هناك ثقل في النطق. طب رأيت الصديقين، احنا قلنا ابتداء أن الألف واللام سوف إيه؟ تحذف. يبقى صديقين، وعند الإضافة نحذف الإيه؟ النون. رأيت صديقي أحمد، لكن الياء هذه سوف تكتب هكذا صديقي. طبعا هذا، ما الفرق بين أن تقول رأيت صديقي أحمد ورأيت صديقي ضيقي أحمد؟ هل هناك فرق في الإعراب والمعنى؟ نعم، رأيت صديقي أحمد، فصديقي مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى وحذفت النون للإيه؟ للإضافة. وأحمد مضاف إليه مجرور، وطبعا سوف يجرب إليه بالفتحة، أتذكر؟ لأنه ممنوع من إليه؟ من الصرف، لشبهه بالعلم شبيه بالإيه؟ بالفعل. لكن عندما تقول رأيت صديقي أحمد، فكلمة صديقي هذه كلمتان، صديقي صديق ويا إليه المتكلم، فإذا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهوره حركة المناسبة، وهو مضاف والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وصديقي هو أحمد، يبقى أحمد عليه فتحة، لكن من يعرب كلمة إيه؟ أحمد. صديقي أحمد، رأيت صديقي، صديقي أحمد. من الممكن أن تقول رأيت إيه؟ هذا بدل مطابق، وهذا منصوب، إذن هذا إيه؟ منصوب. ما رأيكم؟ هذه فتحة وهذه فتحة، لكن هذه هذا مضاف إليه مجرور بالفتحة، يعني الفتحة هنا علامة إيه؟ علامة جر، لكن هنا الفتحة علامة إيه؟ نصب. فانتبه، وفرق بين أن تقرأ رأيت صديقي أحمد وبين أن تقول رأيت صديقي أحمد، والمعنى ظاهر في الجملتين، مفهوم؟ طيب مررت بسيارتين، اجعل هذه الكلمة مضافة. السيارتين هتنسبهم ليه؟ لحد، فتقول مررت سيارتي علي أو خالد. خالد عنده سيارتان أو سيارتي الإسعاف، مررت بسيارتي الشرطة، مفهوم؟ تضيف
شيء لشيء آخر. لكن هذا مثنى سوف تحذف منه الايه؟ النون وتصير الكلمة بسيارتي. يبقى هذا مجرور علامة جره الياء وحذفت النون للايه؟ للإضافة. وخالد مضاف إليه مجرور. نون جمع المذكر الايه؟ السالم. مثله تماما المسلمون مجاهدون في سبيل الله. فهذا الاسم مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أضف هذا الاسم، قلنا ستحذف الألف واللام تصير الكلمة مسلمون، وهذا جمع مذكر سالم سوف تحذف النون عند الإضافة فتقول ماذا؟ مسلمو فلسطين مثلا، مسلمو فلسطين مجاهدون. يبقى هذا مبتدأ وهذا مضاف إليه مجرور. طبعا هذا علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف، فتقول مسلمو فلسطين مجاهدون. مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإيه؟ للإضافة. طيب منكرون، تقول مثلا هؤلاء منكرون وتريد أن تضيف كلمة منكرون فتقول هؤلاء منكروا المعروف. فلاحظ منكر المعروف حذفت الايه؟ حذفت النون. وكذلك الياء في حالة النصب والايه؟ والجر. تقول مثلا رأيت المعلمين فتحذف الألف واللام للإضافة وتحذف النون أيضا فتقول رأيت معلمي اللغة العربية. يبقى هذا مفعول به منصوب بالياء وحذفت النون للايه؟ للإضافة. أو سلمت على معلمي اللغة الايه؟ العربية. يبقى عند الإضافة نحذف ألف ولام التعريف أو التنوين أو نون المثنى أو نون جمع المذكر الايه؟ السالم. الإضافة هذه نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية. ننتقل الآن إلى بيان نوعي الإضافة. قلنا نوعان، الإضافة المعنوية وهذه هي الإضافة التي تحدثنا عليها حين تنسب شيئا إلى شيء آخر. فهذا تقول مثلا قميص يوسف، قميص أسندت إلى يوسف. رد على وجه أبي مثلا، قميص يوسف. باب البيت، كتاب النحو. تقول مثلا صديق علي. فهذه هي الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية وهذه تنسب تنسب شيئا لآخر. هذه الإضافة المعنوية. وهذه الإضافة المعنوية تأتي أو ترد بثلاثة معاني. تأتي بمعنى في، تأتي بمعنى في، أو بمعنى من، أو بمعنى اللام. يعني مثلا عندما تقول غدو الصباح فيه بركة، تعال نعرب سويا. غدو هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. غدو ماذا؟ نسبت الغدو إلى الصباح، غدو الصباح. إذن هو مبتدأ وهو مضاف، والصباح
مضاف إليه. طيب غدو الصباح مضاف ومضاف إليه، ما المعنى؟ ما المعنى غدو الصباح؟ المعنى غدو في الصباح، فيه بركة، غدو في الصباح، فالإضافة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى في. طيب بمعنى من، حين يكون تقول مثلا خاتم من فضة، فبدلا من أن تقول خاتم من فضة خاتم فضة خير للرجل مثلا من خاتم ذهب، أو خاتم حديد، فخاتم فضة خاتم مضاف وفضة مضاف إليه مجرور. الإضافة هنا معناها إيه؟ خاتم من إيه؟ من فضة، لأن المضاف من جنس الإيه؟ المضاف إليه. خاتم من فضة، خاتم من ذهب، ثوب حرير، ثوب حرير، أو لا يلبس المؤمن ثوب حرير، ثوب حرير أي لا يلبس الرجل ثوب حرير، يعني ثوبا من إيه؟ من حرير، فهي بمعنى من. وتأتي بمعنى الإيه؟ اللام، فتقول تقول باب الحجرة، باب الحجرة واسع، فباب الحجرة معناها باب ها للحجرة، باب اشتريت شباكا مثلا كده للحجرة، فبدلا من أن تقول شباكا للحجرة تقول اشتريت شباك الحجرة أو البيت، والمعنى اشتريت شباكا للحجرة. فترد الإضافة المعنوية إما بمعنى في أو بمعنى من أو بمعنى الإيه أو بمعنى اللام. على كل حال غدو الصباح، الصباح مضاف إليه مجرور بالكسرة، خاتم فضة فهذا مضاف ومضاف إليه مجرور، باب الحجرة هذا مضاف ومضاف إليه، لكن الإضافة كما ترى قد تكون بمعنى في أو تكون بمعنى من أو تكون بمعنى الإيه بمعنى اللام. عندما تكون بمعنى من هنا يختلط على الواحد أن تقول هذا ثوب حرير، وتقول هذا ثوب حرير، هل هناك فرق في الإعراب؟ نعم، الأول الذي قال ثوب حرير لم يحذف الإيه؟ التنوين، فصارت كلمة حرير هذه نعتا، نعت لمين؟ للثوب، ثوب حرير يعني ثوب ناعم، ثوب ناعم. لكن الذي قال هذا ثوب وحذف التنوين إنما حذفه للإيه؟ للإضافة، كأنه يريد أن يقول هذا ثوب من إيه؟ من حرير، من حرير، ثوب حرير، فانتبه لهذا. الإضافة الأخرى تسمى الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية. والإضافة اللفظية حين تضيف مشتقا عاملا لمعموله، وطبعا أنتم في المقدمة الأجرومية لم تدرسوا المشتقات، هذا في الصرف ومتى تعمل المشتقات، وبهذه المناسبة أقول هل بانتهاء شرح الأجرومية نكون قد انتهينا من النحو؟ لا، إنما انتهينا من منهج ميسر للمبتدئ في علم الإيه؟ النحو،
حتى لا يظن الطالب أنه بانتهائه من شرح الأجرمية صحيح نحن لم نقتصر على كلام المصنف، وإلا كانت الأجرمية انتهت منذ الحلقات الأولى، وإنما وسعنا على قدر الإمكان بحيث يعني يستفيد من هذا الشرح المبتدئ والمتوسط، لكن المنتهي في علم النحو لا يكفيه الأجرمية. ماذا بقي؟ بقي أمور كثيرة جدا في النحو لم تتعرض لها الأجرمية، كمثلا الأساليب، أسلوب التعجب، أسلوب المدح، أسلوب الذم، أسلوب الاختصاص، كذلك أيضا إعمال المشتقات، اسم الفعل حين يعمل فيما بعده، اسم المفعول حين يعمل فيما بعده، الصفة المشبهة حين تعمل فيما بعدها، كذلك باب التنازع، باب الاشتغال. إذن عندنا دروس كثيرة لم تتعرض لها المقدمة. نرجو من إخواننا إذا يعني تم لهم هذا الشرح ووصلوا إلى هذا المستوى أن يطلبوا مستوى آخر، كقراءة كتاب مثل قطر الندى وبل الصدى لابن هشام وشذور الذهب أيضا في معرفة كلام العرب لابن هشام. المنتهي يشرح ألفية ابن مالك بأي شرح من شروحها، وشرح ابن عقيل على الألفية من أفضل وأمتع الشروح إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعني لا يحتاج من النحو إلا هذه المقدمة يدرس الدروس ويتدرب عليها جيدا إن شاء الله تنفعه بإذن الله تعالى. الإضافة اللفظية حين نضيف مشتقا عاملا لمعموله، مثلا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: والمقيمين الصلاة، بنصب كلمة الصلاة دي. طبعا احنا يعني نقول ان المقيم اسم فاعل وهو محلى بالالف واللام فيعمل عمل فعله، فكأن المعنى والذين يقيمون، فيعمل هذا اسم الفاعل عمل الفعل يقيمون. إذن الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تقرأ في سورة الحج، هنا في سورة النساء، تقرأ في سورة الحج قول الله سبحانه وتعالى: والمقيم الصلاة بكسر الصلاة، فتقف عند ذلك وتقول المقيم الصلاة، حذفت النون هنا. لماذا حذفت النون؟ للإضافة. هذا في الحقيقة مفعول به، ولذلك عند إعرابه نحن نقول هذا مضاف إليه مجرور بالكسرة، صحيح؟ من إضافة من إضافة اسم الفاعل هذا إلى معموله اللي كان هيعرب مفعول به، نقول إلى مفعوله. مثال آخر: المؤمن مرفوع رأسه، فهذا اسم مفعول، هذا اسم مفعول. إن شاء الله عندما تدرس يقول لك اسم المفعول هذا سبق بمبتدأ فهو عامل، يعمل عمل فعله، ففعله اسم المفعول يشتق من فعل مبني المجهول. الذي أتحدث فيه أنا الآن صرف، إذن يبدو أننا في حاجة إلى إلى دورة يعني تلحم في هذه الدورة لدراسة الصرف، دراسة الصرف. مرفوع يصاغ من فعل مبني المجهول رفع، كأن الجملة المؤمن رفع رأسه، إذن رأسه هذا نائب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب ماذا لو قلت المؤمن
مرفوع الرأس. اعرب الرأس، هذا مضاف إيه؟ مضاف إليه مجرور. من إضافة ماذا؟ من إضافة اسم المفعول لمعموله، لمعموله. طبعا هنا المعمول كان نائبه فاعل، لو قلت اسم المفعول لنائب الفاعل أو لمعموله هذا صحيح. تقول مثلا أنت حسنون وجهك، فهذه صفة مشبهة، حسن صفة مشبهة، ويتعمل عمل الفعل أنت يحسن وجهك فاعل، هذا فاعل. فماذا لو قلت أنت حسن الوجه؟ فالوجه مضاف إليه مجرور من إضافة الصفة المشبهة إلى إيه؟ إلى معمولها. وهذه هي الإضافة اللفظية. طب قلنا الإضافة المعنوية يعني بمعنى في ومن واللام، فماذا تفيد الإضافة المعنوية وماذا تفيد الإضافة اللفظية؟ الإضافة المعنوية تفيد التعريف أو التخصيص. الإضافة المعنوية تفيد التعريف أو التخصيص. يعني لو كان هناك كلمة نكرة مثل كتاب، هذا كتاب، فكلمة كتاب نكرة، فأضف كلمة كتاب نقول هذا كتاب محمد، صارت كلمة كتاب هذه معرفة بالإضافة إلى إيه؟ إلى العلم. هذا هذا كتاب خالد، فهذا كتاب خالد يعني ليس كتاب علي، صار معرفة. يبقى إذا أضفنا إلى معرفة صار معرفة. طب متى تفيد التخصيص؟ لو أضفنا النكرة أضفناها إلى نكرة مثلها، ففي هذه الحالة نكرة تضاف لنكرة، يبقى هذا تفيد التخصيص. أنا أطلب منك يعني تذكرنا مسألة في النحو أو مسألة في الفقه، وعندنا مكتبة، هذه مكتبة فيها كتب فقه كثيرة، فقلت لك أعطني كتاب فقه، كتاب نكرة وفقه نكرة. عندك أنت عندك هنا كتب كثيرة في الفقه، عندك كتب كثيرة، ونريد أن نراجع مسألة، فقلت أعطيني كتاب فقه، ما الذي يطلب منك؟ يطلب منك أن تأتي بأي كتاب فقه، لم نحدد كتابا معينا، وإنما خصصناه. يعني أنت لن تذهب فتأتي بكتاب نحو، ولن تأتي بكتاب بلاغة، ولا بكتاب مثلا صرف أو تفسير، وإنما خصصنا الكتاب بإضافته إلى إلى النكرة هذه فقه. إذن الإضافة المعنوية قد تفيد تعريفا إذا أضفنا إلى معرفة. وحتى نحن في باب المعارف لو نرجع ونربط الكلام بعضه ببعض، تذكرون أنواع المعارف؟ قلنا من الضمائر معرفة، العلم معرفة، أسماء الإشارة معرفة، الأسماء الموصولة معرفة، الملحق المتصلة به ألف ولام معرفة. ثم قلنا المضاف إلى أي نوع من أنواع المعارف، هذا يتصل بدرسنا، مضاف إلى معرفة، يبقى معرفة أضفت المعرفة تعرف، لكن لو أضفت إلى نكرة فهذا تخصيص وليس تعريف. أما الإضافة اللفظية ماذا تفيد؟ تفيد التخفيف. يعني مثلا عندما قلنا هنا بدلا من أن تقول مثلا المقيمين الصلاة فتحذف النون تخفيفا وتضيف فتقول المقيم الصلاة، هنا مثلا مرفوع رأسه، بدلا من أن تقول مرفوع عن رأسه تقول مرفوع الرأس،
يجدون فيها إيه؟ خفة، يجدون فيها خفة. إذن الإضافة قد تكون معنوية وتفيد التعريف أو التخصيص، وتأتي بمعنى في أو من أو اللام، أو تكون لفظية وفي هذه الحالة يضاف الاسم المشتق سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة إلى معموله، ونحذف عند ذلك التنوين أو نون المثنى أو نون جمع المذكر الإيه السالم. المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، أما المضاف إليه فهو مجرور دائما. طيب لو قلنا مثلا الكعبة مثلا بيت الله الحرام مثلا، فعين المضاف إليه من الجملة؟ احنا بندرس الآن المضاف إليه، أين المضاف إليه؟ اسم الجلالة هذا هو المضاف إليه، فإعرابه مجرور وعلامة جره للكسرة. طيب ماذا لو قلنا انتهى اليوم شرح المقدمة الآج الرومية، فأين المضاف إليه؟ طبعا أنت الآن صرت خبيرا، يعني تستطيع أن تقول انتهى مضارع، أقصد فعل ماضي، انتهى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، اليوم ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شرح ما الذي انتهى؟ الشرح فاعل مرفوع، أين المضاف إليه في الجملة؟ المقدمة المقدمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب لو قلنا مثلا كتاب الله أوثق شافع، أين المضاف إليه في الجملة؟ اسم الجلالة هذا مضاف إليه مجرور، وأوثق شافع أيضا مضاف إليه مجرور، سهل المضاف إليه المجرور. بقي المجرور بالتبعية، وقد سبق يعني شرح التوابع مرتين، المرة الأولى في المرفوعات والمرة الثانية في الإيه في المنصوبات. التابع إذا كان متبوعه مجرورا فهو إيه مجرور إيه مثله. دعونا مثلا نمثل للتوابع، فتقول مثلا سلمت على زيد وعمر، اعرب كلمة عمر، تقول هو معطوف على مين؟ على زيد، وزيد اسم مجرور، إذن عمر هذا اسم معطوف إيه؟ مجرور. تقول مررت بمدينة أثرية، أعرب كلمة أثرية، تقول هي نعت، مدينة أثرية، نعت للمدينة، طب والمدينة مجرورة، أثرية نعت إيه؟ مجرور. طب سلمت على المدعوين جميعهم، اعرب جميعهم، هذا توكيد معنوي للمدعوين، والمدعوين مجرور، إذن جميعي توكيد معنوي إيه؟ مجرور. ذهبت إلى صديقي محمد، محمد بدل من إيه؟ صديقي، وصديقي مجرورة، يبقى محمد بدل إيه؟ مجرور. إذن هذا مجرور لأنه بدل، والمبدل منه مجرور، هذا مجرور لأنه توكيد والمؤكد مجرور، هذا مجرور لأنه نعت والمنعوت مجرور، هذا مجرور لأنه اسم معطوف والمعطوف عليه إيه؟ مجرور. إذن التوابع تتبع في الجر كما تبعت في الرفع والنصب، وبهذا تكون المقدمة قد انتهت. إن شاء الله نضع تدريبا على النحو وأنتم تتدربون إن شاء الله، وأنتم تقرؤون القرآن الكريم وتقرؤون، درب نفسك أولا على إعراب القرآن، إعراب القرآن الكريم، لأن القرآن مضبوط، يعني أنت حين تقرأ
الحمد، تقول هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. لله، اللام حرف جر واسم الجلالة مجرور وعلامة جره الكسر. ثم تقول الحمد مبتدأ، فأين خبره؟ الحمد لله، الجار والمجرور هذا هو الخبر شبه جملة، أو هو تعلق بمحذوف خبر، وأصل الكلام الحمد مستحق لله، لله رب العالمين، لله رب العالمين، الله رب العالمين، هذا نعت أو عطف بيان رب، وبالتالي فهو مجرور علامة جر الكسرة. رب العالمين يعني أنت تضيف الربوبية هنا إلى الإيه؟ إلى العالم، رب العالمين تنسب شيء إلى شيء، فالعالمين مضاف إليه مجرور. ما علامة الجر؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم نعت تاني ونعت تالت، مالكي 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 نعت مجرور بالكسرة، مالك يوم الدين، فهذا مضاف إليه مجرور، مالك يوم الدين، واليوم أيضا مضاف والدين مضاف إليه. فتلاحظ أن النص الشريف مضبوط، فأنت تبحث فقط عن سبب عن سبب الضبط. تنتقل بعد ذلك إلى كتاب لا شكل عليه، يعني ليست عليه ضمة ولا فتحة ولا ولا كسرة، وتدرب نفسك، تقرأ في الكتاب ثم تحمل نفسك على الإعراب، فتحصل لك مهارة في الإعراب إن شاء الله تعالى. الأهم من ذلك أن تتدرب صوتيا على القراءة الجيدة، يعني وهذا في الحقيقة يعني ما نهمل جميعا فيه، يعني يكون الطالب عالما بقواعد النحو، وإن أعطيته تدريبا هكذا مكتوبا يجيب عنه إجابة صحيحة وسليمة، وحين تطلب منه أن يعبر بجملة أو بجملتين أو يتحدث تجده يخطئ. عندنا إشكالية في إخواننا الخطباء والمتحدثين، وخاصة الذين يعني دفعت بهم الحاجة إلى التصدر. أنت تسمع مثلا في بعض القنوات دعاء من الذين لهم أثر يؤثرون في الناس، ولكن في الحقيقة يشوهون الكلام بالأخطاء النحوية. ولذلك نحن نقول درب نفسك على أن تتحدث باللغة العربية، وكلما أخطأت راجعت نفسك حتى يستقيم لسانك إن شاء الله تعالى. واللحن في اللغة وإن كان معيبا فقد حدث في العصور العصور السابقة المتقدمة، يعني بدأ يحدث اللحن أيام أبي الأسود الدؤلي. فكونك يعني طالب علم وتلحن مرة وتقيم لسانك مرة، فهذا إن شاء الله لا عيب فيه حتى يستقيم لسانك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، وأشكر فريق العمل في موقع أنا السلفي، وأرقام هواتفي مباحة متاحة لكل طلاب العلم للسؤال في أي وقت يعني يشاءون، وإذا كان إخواننا بينسوا يحطوا الأرقام فهذا رقم 012-213-27375 أو 011-400-9600. هذه الأرقام متاحة لكل طالب علم، إنه يعني يشكل عليه أمر من الأمور
يحتاج إليه أنا يعني في خدمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ وزلل، فإنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.